موقعها الجغرافي المتميز على واجهة حوض البحر الأبيض المتوسط، فإن لبدة المدينة الليبية التاريخية لا تحظى إلا بالنزر القليل من الزوار للسفر عبر آثارها في الزمن. المدينة هذه طبعاً مدينة جميلة لما تحويه من مناظر أثرية وما تحويه من دفء، تحس بها أنك أنت زي ما تقول لما تخش تدخل لبدة أنك أنت كأنك تعود لقرون من زمن وتدرس التاريخ من جديد. لبدة الكبرى المعروفة بليبتس ماجنا يليق بها لقب روما إفريقيا، هذه المدينة القديمة التي شيدها الفينيقيون قبل أن يحتلها الرومان، جاعلين منها إحدى أجمل مدن الإمبراطورية الرومانية على يد الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس. لبدة هذه المعلمة الليبية الغنية بأثارها ذات القيمة التاريخية كميدان سباقات الخيل والمسرح الروماني الذي يتسع لخمسة عشر ألف متفرج، لا تزال تعاني آفة النسيان رغم أنها مدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني حسب اليونسكو. الحكومات السابقة اللي ما قبل الثورة ما بعد الثورة ما في شيء اهتمام بالمدينة الأثرية، مع أن هذه مفروض كل اهتمام الحكومة يصب فيها، لأن هذا يعتبر أحد مصادر الدخل القومي لو استغلت بالشكل الصحيح. ربما في ظل استعدادات ليبيا لطي صفحة أكثر من عشر سنوات من الخلافات والحروب مع العصابات المتطرفة، تتحول لبدة من مدينة تاريخية مهمشة إلى وجهة سياحية من الدرجة الأولى تعود بالخير والمنفعة على أهالي المنطقة وليبيا ككل. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي أحمد الفيتوري. أستاذ أحمد، مرحبا بك معنا في برنامج فكر وفن. ما رمزية لبدة لدى الليبيين ولماذا لا نعرف كثيرا عن هذه المدينة التاريخية؟ الحقيقة نحن لا أو الكثيرون لا يعرفون الكثير عن ليبيا، وليبيا من أهم مناطق العالم التي يوجد فيها آثار رومانية حتى أكثر من روما أو أكثر من إيطاليا نفسها. هناك المدن الثلاثة أويا وصبراتة ولبدة وهنا في غرب ليبيا، وهناك المدن الخمسة في شرق ليبيا اللي هي المدن اليونانية المعروفة وعلى رأسها قورينا. هذه المدن بشكل عام هي يعني وخاصة الرومانية لا توجد في كما أشرت في إيطاليا نفسها، يوجد في صبراتة أكبر مسرح روماني، وأيضا لبدة هذه التي اعتبرتها اليونسكو من ضمن الآثار الإنسانية والتي يجب المحافظة عليها. الحقيقة أن الليبيين لم يستطيعوا المحافظة على أنفسهم على حياتهم الشخصية، فما بالك بالآثار في هذه المرحلة. قبل ذلك أن النظام الدكتاتوري السابق أيضا لم يكن يهتم إطلاقا بأي نوع من الثقافة، وكان يحارب الذاكرة وعلى رأسها بطبيعة الحال الأثار، وبالتالي لم يكن هناك أي اهتمام بهذه الأثار المهمة والأساسية. لكن أيضا اليونسكو التي تجعل لبدة من ضمن أثار العالم أو من ضمن الأثار الإنسانية والمهمة لا نجد من قبلها أيضا أي اهتمام، ولا نجد أيضا مثلا من الدولة الإيطالية التي يمكن أن يكون لها بلبدة والأثار الرومانية وشائش أي اهتمام. إذن هناك شبه إجماع على عدم الاهتمام بلبدة والأثار الرومانية المهمة والأساسية والتي أشرت أنها لا توجد في العالم، التي توجد في ليبيا وعلى رأسها لبدة والتي تحتاج إلى اهتمام أساسي. طيب ومهم اسمح لي أستاذ أحمد، هي عنصر أساسي من الذاكرة الإنسانية. كما نعلم بأن مدينة لبدة عفوا تعاني تهميش ليس بعد أحداث الحادي عشر أو 2011 وإنما أيضا قبل ذلك بكثير، ما فائدة النظام السابق في تهميش هذه المدينة وإبقائها في الظل؟ من أشرت أنه هو النظام السابق نظام فاشي ولم يكن لديه أي اهتمام بالثقافة، بل بالعكس كان ضد الثقافة وضد التاريخ والفنون ولم يهتم بهذه الأمور بشكل عام.
بقت لبدة وبقى المدن الليبية الأثرية، كان هناك فيها نشاط ثقافي وفني خاصة في فترة العهد الملكي، حتى أن الطلبة الجامعة طلبة الجامعة قدموا مسرحيات لشكسبير باللغة الإنجليزية، ومن ضمنهم الأستاذ الفنان عبد الفتاح الوسيع مسرحيات لشكسبير في مسرح صبراتا ومسرح أورينا في شرق ليبيا، وأيضا قدمت الكثير من الاحتفالات الفنية والفنون الشعبية والملوف وما وفرق أجنبية زارت ليبيا وقدمت نشاطات عن طريق على هذه المسارح، ومن ضمنها مسرح لبدة بالأساس. هذه كانت في حقبة قديمة حينما كان هناك اهتمام في العهد الملكي بالتراث وبالأثار وبالفنون بشكل عام. هذه في الحقبة السابقة، ولكن ثمت الآن مطالبات من عدد من الليبيين لإعادة الاعتبار لهذه المدينة التاريخية. في ظل عدم وجود استقرار أمني، هل يمكن الحديث عن أمل في أن تستعيد هذه المدينة بريقها؟ أنا أعتقد أن لبدة والمدن الليبية أو الأثرية الليبية المهمة الرومانية وغير ذلك الأثار الإسلامية والأثار بقايا الأثار الإغريقية في ليبيا يمكن أن تساهم في الاستقرار. تنشيط مثل هذه الأماكن والتنشيط الثقافي في اليومين الآخرين كان أقام السيد رئيس الوزارة لقاء مع الشباب في منطقة لبدة، ومن هنا من ممكن حدث نوع من الاهتمام في داخل الليبي. لكن أيضا نلاحظ أن مثلا إحدى المحطات التلفزيونية ركزت أيضا على الأثار الليبية وعلى أهميتها مثل حضرتكم الآن، فنجد أن هناك نوع من الاهتمام ونوع التركيز، وأعتقد أن بالعكس الاهتمام بهذه الأماكن سيساهم في استقرار ليبيا. العمل على أن يكون لي القوى الناعمة أهمية ودور في ليبيا هذا هو الأساس، والقوى الناعمة هي التي ستساهم عبر الفنون وعبر الثقافة ومن خلال مثل هذه المواقع الرئيسية والمهمة في التاريخ الإنساني بشكل عام وفي التاريخ الليبي مثل لبدة. لو أننا عدنا مهرجان أو قمنا مهرجانا فنيا في لبدة وموسيقى أو فنون شعبية أو مهرجانات شعرية أو ما إلى ذلك، فنحن سنساهم بهذا الشكل في الثقافة وفي الحياة وفي السلام في ليبيا. وندعو وزارة الثقافة أن تحاول أن عن طريق علاقات مع اليونسكو ومع وزارة الثقافة الإيطالية إحياء نشاط ثقافي وإحياء لبدة ثقافيا والعمل على إقامة نشاطات فنية في لبدة، وبالتالي إمكانية أن يكون هناك زوار وسواح داخلين، وبعد ذلك سيأتي من يأتي أيضا من خارج ليبيا. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي أحمد الفيتوري، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.